عملتش حاجة، أنا بريء، جوني هو اللي خد وشي. خش قدامي يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعة أنا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني أخد وشي. قعدت حلوة أوي يا رجالة. الله، إيه اللي جابك هنا يا خواجة؟ بس يلا أنت هو ده خواجة جاي سياحة، سيبوني أنا. وأنت مين اسم الله على مقامك؟ أنا اللي هاخدك وأفسحك في الزنزانة. وأنت اسمك إيه يا عاد؟ أنا الهرم. والله شكلي أعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطة؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل. واصل. قسم العظمة، اللي هينزل فيكو يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي سقفلي على قفاه، فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر؟ حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام، خلصي. حاضر يا سيد الناس. مين برضك؟ يلا اجلس. يلا نهرب، يلا نهرب. انتوا اللي بعدكم جوني. ايه؟ ايه يا جوني مالك في ايه؟ صح انا جوني. يلا 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 قوم 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 يا جوني. أول مرة تركب بوجي؟ لا، أنا مش قادر أفهم أنت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني، إحنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على أمريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. أنت من ساعة ما اتقبض عليك والكبير مش قادر الحراسة على الدوار، ولسه لما يعرف إنك قريب. يا جماعة ما هو ما ينفعش. إمبوسيبل إمبوسيبل إمبوسيبل. لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، ورجالته لو شافوك هيتخوك طوالي. نهوي. لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع هدرس بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني، دون بي ستيوبيد. انت بتقول مين ستيوبيد؟ بتقول مين ستيوبيد؟ صلى على النبي. في ايه؟ صلى على النبي. في ايه يا سيدوني؟ في ايه؟ ما ينفعش يقول ستوبيد. معلش، سي توماس خايف عليك وبيقول على فيه مصلحتك. قول ستوبيد ليه؟ طار قول له سوري. جوني سوري بجد، ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه يا جماعه؟ ما هو جوني. جوني اقصد اقول الكبير 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 معايا الباسبور بتاعي. يعني معايا الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو هاو. صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكرة بالانجليزي. Idea. I have idea. توماس يا اشرف. افتح لهم الباب هنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ وداخلين بيه فين؟ دي
دي دي دي دي سدادة، سدادة كانت بتتنظف و و وإيه؟ جبناها؟ آه وخلصت فجبناها. عدي عدي سني خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا حقول لك هدية، أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة، أنا الكبير. الكبير؟ ويا هلا دخلك جوا السجادة؟ عم باخذ شاور، عن هزر وفكيني الأول وأحكي لك على كل حاجة. كحرتيني يا بنت كحرتيني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلي. كحرتيني. يا مري. اكتم يا بنت، اكتمي. أنا الكبير اللي معاكي في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي اعمل لي عملية نقل وش فيس أوف، تعرفي ايه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله ولا مؤاخذة. يا ليل يا بقرة، والله العظيم أنا الكبير يا بنت، أنا الكبير. طب شوفي، أنا حسيبك واسأليني عن أي تفاصيل شخصية بيني وبينك، إذا جاوبتك غلط صرخ ولم علي الناس، خلاص؟ ها. طب أنا اسمه أمي إيه؟ شموع. طب أكتر مطرب بحبه مين؟ ست بدرية السيد. طب أكتر أغنية بحبها لها هي إيه؟ الموال بتاع يا نخلة تعطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب إحنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا، تاريخ جواز شفت عاد؟ أكتم يا بنت، اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وأبوكي كلاوي بوزة عشان الجماعة بتوع الفيديو اتقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا، قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يتصور شيء. أقول لك على مرة تاني، لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود، عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقة، حتى في الآخر جبنا الواد صبي الغزية والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح، بس أنا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني؟ يا بنت قلت لك عملية نقل وش؟ أنا أسمع النقل دم، نقل كبد، إنما نقل وش؟ اللي حصل عادي هدية. افتح يا هدية. أنا عمري خبط عليك الباب يا هدية. أنت يا هديرة يا باقرة. طب الدهرة أنت دلوقت الدهرة. يلا يا بيت. باه، بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير، ما كنتش سامع حقك علي، كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبداً، أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بوصة فتخلعت. أوه ماي جود، أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك معاك ده تلقاه التلفزيون. طب ايه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي انا جبتها عشان كنت عاوز اغير الديكور. اوكي ماشي، انا نازل اندلع، نازل اندلع، لو عوزتي اي حاجة مني اديني مستكول وانا هقابلك في الهول. بقول لك يا كبير، ها مش أنا وأنا بقلب في الدولاب النهاردة لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت أتفرج عليه. أوه ده كان يوم جامد قوي. شوفي يبقى سيبيه لي عشان أتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوة يا باقرة. اطلع اطلع ماشي خلاص. صدقتيني يا هدية؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. أتاريه كل شوية شوفه قاعد مع الدكتور بيتودودوا. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحدة الصحية. دكتور ربيع؟ حرام عليك، كفاية كده. هانت فضل لك حقنة كمان وتبقى قفلت الاثناشر. أبو سيدك كفاية كده. أضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش يبطرح سليم. أبوس رجلك، كفاية حوان.
شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك يا كبير. يعني انت معترف ان الكبير؟ ايوه ايوه، والمصحف الشريف انت الكبير، انا معترف. شوف انت عايز ايه وانا عنيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العمليه وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش. انا عايز وشه في علبه. عنيا هجيب لك وشه في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نهزرو نهزرو. اسمع انت تخليك هنا وعاك تتحرك، انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا بقصدش بقصدش، انا اقصد ان جوني محضر قط العمليات في الدوار مش في العياده. تحت والجناه، يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي، ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي هتردح لي. العموم ما تخافش، سيب موضوع الدخول ده على ياني. وقف عندك، دول سدتين كانوا. أنا سألتك؟ أنا سألتك؟ Look at me، بص لي، شوف لي. أنا سألتك؟ نزل السجاجيد، نزل السجاجيد، نزل. افرد، افرد. ما أنت هتشوف ال ويل ويل ويل، ايه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق اني كنت بدور عليك؟ او ماي جاد دكتور ربيع، طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ اشرف ودي الكلابيب دول على الاوفيس المكتب وسيب لي جوني. انا بحملك المسؤولية كاملة يا عم. اتنين ايه ده؟ فيزو شكله هيتغابها وهيتشقى، روح ثبته ثبته. ياد ملك ماي سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رالي لي نفسك في سجاده. فاكر شغل الاطفال ده هيعدي عليا؟ عيب، ده انا الكبير. انت خابر زين ان انا الكبير وحفضل طول عمري كبير. طول عمري، ربنا يديك طولة العمر، للاسف مش هتلحق. ليه يعني؟ أشرف موته. أشرف أنت جنيت ولا إيه؟ هتخري، أنا كبير يا أشرف. اللود موت، عشان أنا قلت أشرف أنت قلت أشرف. مين قالك أساساً إن ده أشرف؟ أمال أنت مين؟ أنا توماس يا معلم. والله العظيم يا تخو أنت الكلب سبب في كل المصايب دي. يا مري هتخلص على مين يا كبير؟ بتتكلمك ده ليه ياد؟ انت مين؟ انا مرتك هدية. ما تقوليش كده، ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع فينيش هيم. امري جنابك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان. عديلو عديلو عديلو. ايه يا كبير؟ ايه يا كبير؟ لا مؤاخذه يا كبير، ما انا بشتغل اهو. كبير مين يا حبيبي؟ انا جوني. ايوه مستر جوني، بلا مؤاخذة أصل الكبير ساحلنا في الأرض 14 ساعة شغل ومعذبنا وعمال يجيب لي حصنة ورجالة بتوعه ماسكة خرزين وعمالة تضرب فينا. بهدلونا يا مستر جوني بهدلونا. إيه جو مسلسل الوسية ده؟ طب الراجل منافس مني وقصدني أنا، أنتوا الناس العادية ذنبكم إيه؟
عشان احنا غلابه يا مستر جوني، بلاش كبير. احنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادله اتنفخ يا مستر جوني. كام داون كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكره بقى دي حاجه غير ادميه، فين قانون العمل؟ فين قانون قانون ايه؟ ايه قانون العمل؟ انت بتفتي، هو وقت مالي بتقول اي كلام؟ راجل منفوخ يا يعني. هات له تمر هندي، هات له تمر هندي. على فكره قانون العمل ده معروف دوليا، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك، لانش بريك وكافي بريك، معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده يعني، انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتتطبق فعلا؟ شور. طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق، ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص انا اسف، هات له تمر تمر تمر. هتقوم يا ديار انت وهو يا ما كفاياكوا الزفت الراحه دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير يا كبير، بقول لك ايه يا كبير، ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازه مصيف، وخلي بالك الاجازه دي مدفوعه الاجر كمان. هتصيف؟ من متى بتصيف يا سيزيزو؟ وانت طول عمرك بتصيف في الترعه وتشتي فوق الفرن. يعني انا قلت اقضي لي يومين انا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي او في السخنه. ايه دي اللي سخنه يا ملسوع؟ على العموم انا مش جاي استاذنك، انا جاي ابلغك. لا والله فيك الخير، فيك الخير يا ابو. قوم انت هو يا قوم الشغل انت هو يا فزاع. املك يا كبير. ايه الوقعه البربربه اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفعلي تقول الواحد منهم قوم اشتغل، كنا شغال في الابوار. يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبرابي بريك، هنهزله؟ طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلابك هتهملهم جديد ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعه بلشنا معلقه اللائحه دي وانا ما عرفش اعمل حاجه. منه لله العيل الاصفر، هيج علينا الحكومه. امانه الله يا كبير، هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون. يعني جلابك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو، بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والارض وطلع التصاريح كلاتها. حبيب القرش، اسمع يا فزاع، امن جنابك، عاوزك تروح لحبيب القرش وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. امن جنابك، تعال هنا اهل في المجدة. دي هلته كراميلة كوفي بريك. كوفي بريك كوفي بريك يا ملدوع، كوفي بريك. برو اخيرا قررت تيجي تتبسط معنا وتشاركنا. يلا يا انت هو يا كل روح على بيته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هي بلطجة ولا ايه؟ احنا برضك بتاع بلطجة كله بالقانون يا ولد ابوي. فزاع امر جنابك، اديهم الورق. تفضل. ايه يا فزاع ده؟ انت مش كنت بترقص هنا امبارح؟ انت بوشين يا ابني؟ يرد عليك ما تسيحش قدامه. مش فاهم حاجة، كله مكتوب بالعربي. اديه للفيسبوك اللي جنبك ده، مش ده بتاع القانون؟ خليه يقرا لك ويقول لك في. خد يا نهار اسود. ايه في ايه؟ خيانه يا جوني، خيانه. انجز انجز، في ايه؟ حبيبي القرش عملها. ما عادي سوات، ما انا بعملها وانت بتعملها والكبير اكيد بيعملها. لا مش قصدي، حبيبي القرش عملها وباع بيته للكبير. او ماي جاد، طلع بوشين، طلع بوشين هو كمان. اظنك عرفت دلوقك ان ليا في المطرح ده قد اللي ليك وزياده شويه. طب انت يعني ناوي تعمل ايه يعني؟ اول هام انا كيف الفريق، محب الشريك، حفظ الشراكه اللي بيني وبينك. تاني هام اني هقلب المطرح ده زريبه، لان الزرايب قليله والبهايم كثيره، وحسب الورق اللي في يد الفرخ الشمرطه اللي جنبك دي انا ليه حق الاداره وتغيير النشاط. يلا يا ابن هنا يا عزيز، نروق المكان. يلا استنوا استنوا، مش عايز اشوف نظره اللي اتكسر دي في عينيكو. هدرس هدرس هدرس، بابا لوك ات مي لوك ات مي، مش عايز اشوف نظره اللي اتكسر دي في عينك. بيه ما تشربش خروب، كفايه انشف يا جماعه. الانبساط عمره ما كان بالمكان، طول عمره بالانسان.
واحنا زي ما عملنا المكان ده نعمل 100 مكان تاني. بس 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 خلصت المحاضرة. خدوا عندكم قانون العمل الجديد بتاع الكبير. ساعات العمل تبدأ من 6 صباحا. اللي حيجي في معاده هديه من عندي 20 جنيه، ولا يقعد ساعة بعد ساعات العمل إضافية 20 جنيه. أما حد اللي حيتأخر فما يجيش من أساسه أحسن له، لأني ما أحسبش اليوم ده من أساسه. أما اللي هيجي قبل ساعات العمل بساعة ليه عندي مفاجأة جامدة جدي. بس يا ترى كيف حنصحوا بدري ونيجوا بدري؟ لازم ننام بدري. توماس توماس، الناس كلها طلعت بوشين يا توماس، كل الناس طلعت بوشين. مش مصدق. بقول لك ايه يا دي يا توماس، انت انا برضك ما يخلصنيش يعني قطع العيش. عاوز ياجرك انت والربراب اللي وراك، العده والاسطوانات والبامبو والحاجات دي. هتعمل بينا ايه؟ انت مش عايز تقلب المكان ده زريبه؟ انا سمعت يعني انك لما تسمع البهيمه مزيكا زينه تقوم تدر لبن اكتر وتجيب زبده كواليتي عاليه. يعني شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون دي بتاع البقره النيوزيلنديه المربربه دي اللي شكلها روش دي اللي عندها الجرس هنا؟ طب والله نايس ايديا. على فكره انا معاك يا كبير، ولعلمك بقى هعمل لك حته بلاي ليست مدره للبن. انت كمان طلعت بوشين؟ انت كمان طلعت بوشين؟ لا 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 لا، انا مش مصدق نفسي. هدرس. ايوه سيدوني. هات لي كاس خروب. كان بودي يا سيدوني، اصلا انا هنام بدري. امشي امشي وانت كمان. اوكي تعيش وتاخذ غيرها يا ولد ابوي. على راي المثل الشعبي، ماني توك بولشيت ووك. لا 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 كده كتير. نجوم المستقبل وطويت الملعب. كده خلصنا الفتنس، خلاص الفتنس بح، نقدر دلوقتي نلعب ريل امريكان فوتبول. يلا قوموا قوموا، عايزين صف كده. يلا يلا يا وحوش، يلا يا وحوش، يلا 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 يلا. حازي 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 مع زميلك. تعال يا مناع، تعال يا مناع، ولد شاطر هيرفع راسنا فوق. وقف هنا. بص، بما انك بقى قرص ومش قرص وعم الجامد، انا هحدف لك الكوره وهدرس هيطلع يجري. عاوزك تحدفها له وتعدي من فوق كل الناس وتوصل له عشان هو يجيب جول. اوكي يلا ريدي ستيدي بو. ايه يا مناع، ايه يا مناع، انا كنت عايز الكوره جوه الملعب وجوه نفس المدينه اللي احنا فيها. هاتوا كرة تانية. بالراحة جوه الملعب، هدرس هيروح ارميها له. يلا ريدي ستيدي بو. يا عم انت عم بو. سلامتك يا سيدوني. يا جماعة ما تقفلوش، دي كدمة بسيطة. بلسها بون. ايه؟ بلسها بون. بون ايه؟ هو مش متعور. بص يا سيدوني، انت تحط عليها معدون سنان. انت هتفتي؟ ايه الفتي ده يا جماعة؟ ايه الطب الفتاي اللي بقيته فيه ده؟ من ساعة ما جيت البلد دي وكل حد يفتي، يحصل لي أي حاجة يقول لك اغلي قشر جوافة، حط أبو فاس. ايه أبو فاس ده كمان؟ لا مؤاخذة يا كبير، ما قصديش. انت براحتك يا مناع، براحتك. بس يا معلم يعني احنا مش داخلين حرب، دي جيم، يعني خليك بالراحه شويه. يا جماعه يا جماعه، كل ده رغي على الفاضي.
احنا دلوقتي هناخد بريك 10 دقايق وهو كويس على فكره اطمنوا عليه. انت جوني جننت؟ انا عارف ان انت جننت. انا كوتش انا بس اللي اقول بريك وما بريكش. يا جماعه انا كويس يا جماعه يلا بريك 5 دقايق. طب هم البن هو البسه براحتك. ما ينفعش نسكويك؟ نعم. لا يلا يا جماعه بريك شكلي هكبسها بن فعلا. انا اكتشفت حاجه يا معلم. خير؟ الفرقه اللي معانا بلح يا ابني. ما تبص على الجانب الكويس. معانا مناع ده لعيب كويس ويجي منه مع التدريب. معانا فزاع ده سريع ونفسه حلو. بس اوكي دول اتنين. فين بقى بقيه الفرقه؟ ما احنا هنلاقيهم. اللي خلانا نلاقي دول هنلاقي التانيين. بقول لك ايه يا جوني. ها هو انتوا هتلعبوا امريكا امريكا؟ ايوه امريكا امريكا. اصلها غريبه قوي ان امريكا بذات نفسها تيجي تلعب المزاريطه. لا انا هفهمك. احنا مش هنلعب المنتخب بتاع امريكا. احنا هنلعب فرقه الجامعه بتاعه جوني. على فكره الفرقه دي جامده جدي. دي اقوى فرقه في تكساس. ايوه يعني الفرقه دي من امريكا واللي بيلعب فيها امريكان صح؟ صح. يبقى هتلعبوا امريكا. ربنا يوفقكم وينصركم عليهم قادر يا كريم. والماتش ده هيتذاع على قناه ايه؟ المزاريطه تي في ماز تي في. بس لو عايزه تيجي تشوفيه حقيقي تعالي. صح صح والله ينفع. شور ست هديه. ايوه يا بعزك ازيك يا واد؟ الحمد لله. ما عايزاش حاجه؟ جيت في وقتك. عاوز 4 انابيب. 4 طيب. ايه ده؟ هو مين ده؟ ده الواد بعزق واد الحجه وحيده بتاع الانابيب. اسمه بعزق. على فكره الواد ده ممكن ينفعنا. ينفعنا في ايه يا عم انت؟ والنبي تاخدوه معاكم. ده واد طيب بس مخه على قده. يعني ايه مخه على قده؟ بيقولوا وهو صغير وقع على دماغه زرع بصل. اوه فعقله اتاخر. انا هطلع اجيب له الفلوس لما يجي. قولوا له يدخل انابيب في المطبخ. صعبه قوي 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 حكايه زرع البصل دي. انت عارف يعني ايه؟ يعني اول حاجه بتلمس حاجه من جسمك في الارض دماغك. ده هتلاقيه متخلف. اوه ماي جاد 4 انابيب يا معلم. الراجل ده معانا في الفرقه وش. انا لسه كنت هفتحك في الموضوع ده. طب بقول لك ايه. توماس 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 قوم فتحوا انه يبقى معانا في الفرقه. قوم يلا انت. لا طبعا مش هقوم. انا عبيط. انا لو كلمته ممكن يضربني بالانبوبه في وشه. قوم انت. وبعدين انت مش سامعها بتقول لك مخه على جده. طب ما دي مصلحه يا توماس. لما يبقى هو قد كده يبقى مخه قد كده. قوم بس قوم فتحهم فتحوا يلا. لا بقول لك ايه ماليش دعوه. عايز تقوم انت قوم. ما بصراحه ما اضمنش يعمل. طب بص احنا هنكلمه من بعيد. باتر بعزق بعزق بعزق. روح ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول اوكي. لا ما هي قالت لي انا اقول لك. ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول لي. بس خلاص هي قالت لي اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. او ماي جاد. جود بويز. عاش قوي. وحوش موت. ستوب. لمو. حازو انت. لا انت خليك هناك. اوكي بص يا جماعه هات الكوره. جود بوي. بص يا جماعه هلعبكم لعبه اسمها فيشرمان. يعني صياديه سمك. ايه قصده صيادين السمك. منو يالك منو خواجه جوني بيه. ما انتوا عارفين. انت حتزيد. امشي هناك قسما العظمة. اطلعك برا من جنابك. اسمه صيادين السمك زي ما انا قلت. الجيم ده بيقوي حاسه اللقف عند اللعيب. عايز حاسه اللقف تبقى عاليه عندكم. عايزكم كلكم لقيفه. بصوا يا جماعه سيمبلي انا هرمي الكوره دي على اي حد فيكم. لو حد خبطت فيه تف اسنانه هيبقى ضعيف. سيسي بوي هيطلع برا. ما يلزمنيش. انما لو حد عرف يلقفها هيبقى بياخد بيضة. يلا يا جماعة ستاند باي. ايه؟ قالي بيضة. قالي بيضة. بيضة. يا ابني
ابني تعال هنا يا متخلف. بيضه جوه اللعبه مش بيضه بره. ايه يا معلم ده؟ ده بعتك ايه؟ ايه ده؟ طب يلا يلا قول له اقلع الجلابيه عشان ما يتكعبلش وهو بيلعب. يلا هقول لمين يا معلم؟ لا طبعا انا مجنون اقول له. يلا يلا روح له روح له. لا لا طبعا روح انت قول له. يا ابني انا المدرب، انا يعني انت الوزير، بتعمل التفاهات دي انت، انا بنشئ لاعبين، بعمل حاجه للبشريه. يلا روح روح. طب تعالى معايا. كل حاجه بقى جوني جوني. معلش. واتس اب مان؟ هو عايزك في موضوع. بص يا معلم، احنا بنعمل فريق طبعا. احنا دلوقتي بنعمل ماتش كوره وانت هتنضم ان شاء الله لينا وللفريق، وفي تدريبات وفي ماتشات، في الحاجات دي بتبقى محتاجه انك تقلع. وضح وضح يا متخيل. الجلابيه ولا انت مش عايز تلعب معانا؟ اكيد عايز تلعب معانا صح انت، بس انت براحتك على فكره. ايه هتلعبوني معاكم؟ هتلعبوني معاكم؟ ايوه ايوه هتلعبوني معاكم. هتلعبوني. بس اهدى اهدى. انت مبسوط؟ ايوه. انت طلعت في اللالا. امال ايه؟ سو كيوت. تعال تعال تعال. امال ايه؟ تعال مع بابا. يلا يلا يلا. بص يا شباب، هنعمل تقسيمه. هات الكوره. ها جود بوي. بعزق. ايوه. انا معايا الكوره. ايوه. هحاول اخد مشوار لحد عندهم. هتعوق؟ لا يعني حسب الترافيك. سو كيوت. ركز معايا بعزة وكفايه كلام. بص انا هاخد الكوره، هوصل مشوار لحد جوه، كل الناس دي هتحاول تمنعني، انت مهمتك انك تمنعهم ان هم يمنعوني. ما فهمش. احنا مش صحاب يا بعزوق؟ دول عايزين يضربوني، عايزين يموتوني دول. اثبت على كده، اثبت على كده. بص طول ما انا رايح هيحاولوا يمنعوني، موتهم اهرسهم. حلو قوي، انا هاخد فزاع ومناع وهاخد. انتوا مين؟ تعالوا 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 كده. انا فرقتي خلاص. خلاص ايه؟ لا طبعا كده مش فير ابدا. لا فير. لا طبعا لا مش فير. حبيبي فير. بص انتوا كام واحد؟ واحد فير. كام واحد؟ انا الكوتش، هطلعك بره. فير ولا لا؟ فير طبعا. يلا يا جماعه يلا، وضع الانكسار يلا اللي هو كده يلا. ها ها. Oh my god! لا لا تعال 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 تعال. اهدى اهدى. انا قلت لك امنعهم مش تعدمهم. اهدى، دي لعبه مش حرب. يلا جود بوي. يلا تاني وضع الانكسار. يلا كلنا مكسورين. ها يلا 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 تعمل كده. انا عايزك تعمل كده. ما تقلل. هاتوا ده. السلام عليكم. شفتيش فزاع يا بت؟ لا ما شفتهوش. كنت بخر الواد ده ولا ايه؟ اخر مره شفتيه ميت النهارده. ها تتني تتفرجي عليه يا بنت انتي؟ هتعملي كيف المهابيل اللي امامهم جوني؟ نعم يا كبير، وامرني انا سمعك. ها اخر مره شفت فيها الزفت اللي اسمها فزاع النهارده ميت؟ ما شفتوش النهارده واصل. اوه ايه سر اختفاء الواد ده؟ يكون جبيت مره مع سجوني عشان الماتش قرب. هو فزاع بقي مع جوني؟ ايوه. امال ايه انت ما دريتش؟ فزاع بقى في الفرقه. يا الف نهار ابيض، فزاع بقى في الفرقه؟ ده الفرحه ما سيحنيش. لا ده لازم اروح ابارك له بنفسي. زغروطه يا بنت. زغروطه يا جاموشه. ما ناس لفتحها شواقه قاعد اكبر واسمن في البهيم ده عشان يروح يخيب في الفرقه. ما تتزربنش بس يا كبير، دول هيلعبوا امريكا وان شاء الله هيكسبوهم كمان. جوني هيكسب امريكا ويكسبهم؟ هيكسبهم في ايه؟ في الهيافه وقله العقل؟ واه يا كبير، هو انت ما حتشجعهم شيء؟ اشتعيهم الحماس ده يا ولي. هديه حسك عينك يكون ليكي اي صالح او لينك بالموضوع ده، فاهمه؟
في الزعبقة في الفرقة. هاي 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 فرحت امك بيك. في ايه؟ عم تستخبى باين، تجي يمين تجي شمال باين، كيف العجز بسم الله ما شاء الله. تعال هيك. تعال تعال. ما تخافش ما تخافش، أنا العمدة، ولد أنا العمدة. تعال. وبعزك كمان. لا، عيني عليك وباردة. قديه كملت فرقة المعتية. الله يرضى عليك، تقول لهم يمسك مش سلك عيان. أنا العمدة. إيه. تعال يا حيلتها. تعال يا جاموسة. هي من جنابك. أنا ما اسمح لكش أتكلم أي حد من فرقتي بالشكل ده. أنا كوتش هنا. وعك لازم تكون مصدق اللي عم تعمله ده. لمم لي حبة مقاطيع وعمل لي بيهم تيم. محملهم مصالحهم وأراضيهم ومقلعهم وخلقاتهم. قاعد باللباس يا باللباس. خلقات التمرينة. ترد علي خلقات التمرينة. أنت مصدق الكلام ده؟ طبعًا. ما أنت في البلالة. مش فاهم إحنا بنعمل إيه. يا بيه إحنا هنلاعب أمريكا وهنكسبها كمان. ابقى قابلني العالم كلها معرفش يغلب امريكا وانت هتكسبوهم المزاريطه. ما هو لو كل الناس بتفكر زي كده عمرنا ما هنكسب امريكا. بلاش تدينا طاقه نيجاتيف، خليك بوزيتيف. يعني شجعنا، العب معانا. لعبت عليك نفسك يا بعيد. العب معاكم ايه؟ هو ده اللعب اللي عم تعملوه ده؟ عم يتمسكوا في بعض وتلزقوا في بعض كده. في ايه؟ ايه اللعب ده؟ قول لي بقى يا كبير انك خايف جدي. معاك حق، هي اللعبه دي عايزه رجاله. تقول ايه يا ياد؟ قصدي يعني اللعبه دي طف. انت تجيب 30 فرقه فوق الفرقه دي واكسبهم لحالي. ياد انتوا لو طلعتوا لي في الكشري اكلكم ياد. قال فرقه قال. استر حالك استر حالك، عايز تكسب امريكا باللباس. تابع تابع مالك شخصيه. يلا يا جماعه يلا يا جماعه نكمل. ايه ايه يا ادرس ده؟ اسرع شويه، اطلع شويه قدام يا بعزق بعزق، اطلع قدام شويه. اسرع يا ادرس اسرع يا ادرس يلا. تفتكر يكونوا وصلوا؟ اه يا معلم وصلوا. انا كلمت السواق من شويه قال لي ان هم خلاص في اول البلد، يعني 5 دقايق ويكونوا وصلوا. احنا هنعمل ايه في فزاعه؟ مش مهم تقلقش، هعرف اجيبه ازاي، ليه طرقي. اهم اهم وصل. شفت التمرين؟ خايف طبعا. ها لسه ناوي تكمل؟ بص يا سيدي، لو فكرت تنسحب دلوقتي اوعدك ان اكلك نص الكوره وبيني وبينك. ثانكس مان. مش انا اللي انسحب، انا يا اما اخسر واكلها كلها يا اما اكسب واكلها لك. طموح قوي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا لوزر. لوزر.
على فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ مالكم كتانين كده ليه؟ بصراحه يا سيدوني احنا بعد ما شفنا فرقه الامريكاوي دول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجاه، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ما ياخده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوها دي لهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقال لك كم يوم. قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا، خايفين سيسي بويز؟ لا يا سيدوني احنا ما قلناش كده. انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا، عايزين تنسحبوا انسحبوا، انا ما يهمنيش، انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. انت هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرسيه تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس انت عارف كويس قوي هترجع لايه، عارف هترجع لايه. وفين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه، عايز قهوة زيادة تجيب له سادة يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيلة هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي. لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله ما فيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري أنا الأربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على إيه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. أوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه. لا ليه؟ ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات؟ نسمكره؟ شوف الطب، شوف الطب البديل، بقى ده الطب البديل. أنا هزر. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، أنا ربطت دلوقتي. ايه جنابك ربطها لي ربطة الرباط الصليبي؟ ايه لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ انا مش قادر افهم يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد. انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحة اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة انا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون كام داون، احنا جايبينهولك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ نروح نشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقول مره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا اي حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا. يلا احنا مش ناقصين هزار.
شفت بقى حضره العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتر. وانت برضو ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصنيع الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنتي يا مؤاخذة انا بلا فخر يا حضره العمده، حطني كده في اي حاجه، لو مؤاخذه في اي مكان اسد فيه واشتغل. جوني على فكره الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، احنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم. هو شكله ما يديش بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهله على اي حاله تجدها. خلاص خلاص هتجيبني انا صداع نصفي يا اخي، مش ممكن. ما ينفعش. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي ما خلاص يا عم بقى. الله، احنا دسناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا هم خططين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه؟ يعني انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقه الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. ما خلاص بقى، خلاص بقول لك هيسيح. جود لاك، سي يو ان هيل مان. تجري بيه. ما تنسانيش بقى يا عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانيه اتحداك لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا بارومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي. بعمل لما الف سلام. فين بيه؟ رايح فين؟ وهتعمل لي مع الراجل دي وحدية؟ اسكت خالص. اهدى وتشاهد. المعلق الرياضي خالد الغندور يحييكم من استاد المزاريطة لنقل الوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم الأمريكية لأول مرة بين فريق المزاريطة وفريق شاركس الأمريكي أو الكروش الأمريكية. مباراة قوية جدا النهاردة يا جماعة، رغم أنها فريندلي جيم أو مباراة ودية، ولكن المباراة حساسة لأنها بين المزاريطة وفريق أمريكي. النهاردة بيشرفني في كابينة التعليق طبعا أحد محبي وعشاق فريق المزاريطة والمشجع الأول لفريق المزاريطة طبعا كابتن دهشان. مباراة حساسة يا كابتن دهشان ولا شايف إيه النهاردة؟ على العموم يعني كابتن دهشان يعني نظرته كافية للتعليق على إن اللعيبة مركزة النهاردة وهيكون في مباراة قوية لفريق المزاريطة. زي ما انتم شايفين الجمهور مالي الملعب النهاردة وبيشجعوا بطريقة جميلة جدا جدا جدا، ولابسين تيشيرتات وجلابيات يعني تقريبا موحدة. الناحية التانية شايفين الجنس الناعم، الجنس الناعم النهاردة
موجود في ملاعبنا من 2006 في بطولة أفريقيا. جنس النعم النهاردة شكله جميل، بيشجعوا بطريقة حلوة جدا، كلهم بيكتسوا اللون الأسود. مش عارف هم جايين يشجعوا الحكام ولا إيه بالظبط، ولا إيه رأيك يا كابتن هشام؟ طيب منور يا كابتن هشام، منور والله. Guys in this fight, you can like it or not. So rip the knob off the volume when you give it a shot. Raise your hands as the slam starts to thicken the plot. Open it up. زي ما احنا شايفين فريق شاركس الامريكي بلونه الازرق الجميل نزل ارض الملعب بقياده كابتن جاك. وايه لا 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 عيب عيب يا كابتن جاك، ايه ده ايه ده ايه ده، حركه وحشه قوي عملها كابتن جاك. لا بيستفز جمهورنا، جمهور المزاريطة الجميل، ما بيفرقش معانا الحاجات دي على فكره يا جماعه. فريق المزاريطة ابتدى ينزل يا جماعة بقيادة عمدة المزاريطة جوني. العمدة نزل يا جماعة الله الله على الرأس، الله على الرأس. أيوة هي دي الروح الرياضية يا جماعة، هي دي الروح الرياضية. والكابتن توفيق أهو، كابتن توفيق يا جماعة والله كابتن توفيق قبل المباراة على طول قابلني وقال لي حكاية جميلة جدا. قال لي يا كابتن خالد أنا كان نفسي أحترف كرة القدم الأمريكية، وفعلا احترفت كرة القدم من 15 يوم، وحلم حياته ان هو يحترف في الدوري السعودي. معرفش هو في دوري سعودي في كره القدم الامريكيه. على العموم كل فريق راح للركن بتاعه، كل واحد بياخد التعليمات الاخيره قبل المباراه. احسن شباب احسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ عضله ايه اللي بتسخنها انت دلوقتي؟ بسخن العضله. ما تقعدش تفتي، اقف مكانك. بص يا جماعه احنا كويسين زي الفل اسود، وهنعمل معاهم السليمه. اوكي؟ بعزق وسالم. اي حد من فرقتنا معاه الكوره ما تخلوش اي حد من الفرقه الثانيه يجي جنبه او يلمسه. اوكي مناع خف ايدك وانت بتحدف الكوره. توماس انت خليك على الخط اليمين جنبي. يس سير. انتوا الاثنين ايه ده، انتوا مين؟ انتوا المره اللي فاتت ما كنتش فاكركم برضه. ها انتوا خليكم على الدكه احتياطي. حاج توفيق عاوزك معانا بقلبك، شايك ترمسك سجايرك واني. أنا إيه عندك يا جوني بي؟ أنا ما أعرفش حاجة، أنا مش هقلب الناس دي عشان أعرف أنا هنا ليه بالظبط. أنت فيك، أنت أوفر، أنت ولا حاجة. أدائك أسوأ بكتير من ستيفن سيجال أول ما بدأ حياته. يعني ماليش صح. اسكت. تقف جنب الاحتياطي لحد ما أنا أقول لك هتعمل إيه، أنا كوتش. بصوا يا جماعة، سخوا في نفسكم. جاهزين؟ جاهزين يا لوزر. لا لا، أنا الكلمة دي مش عايز أسمعها تاني خالص. اللي هيقولها هقعده على احتياطي مش هلاقومه تاني. انا باكل حاجه مهمه جدا، هيحاولوا يستفزوكم عشان هما كده كده عارفين ان هما بيلعبوا بره ارضهم، فهيحاولوا يموتوا الماتش. كل دول شمال اسيا كده عشان في الاخر يوصلوا للبلمبات. مش هيسكت وصلوهم للبلمبات. بلمبات ايه؟ اقعد يخرب بيتك، بتقول اي كلام؟ صدقني الجون بتاعهم جامد، لا هتقول لي حضري ولا ابو تريكه. الراجل ده مجنون واهبل، وانسوا اللي بيقوله خالص، مفيش جون في اللعبه دي اصلا. يلا يا جماعه يلا يا جماعه البسوا الخوذ، يلا يلا اسود. يا شباب مش عشان الفرقه دي ضايعه هننزل نهزر، احنا عايزين نعمل عليهم سكور. انا مش عايز جوني ده يتكلم تاني في الامريكان فوتبول، انا عايز اخر علاقته بالامريكان فوتبول الكره اللي هياكلها بعد الماتش. اوكي اوكي ليتس جو. يلا جايز برينج ان برينج ان ليتس جو ايفريبادي ان هير. Let's go, let's kick some butt, all right? Ha. On three. One, two, three. USA! Hey, go! Hey, you loser. جاهز عشان تخسر؟ لوزر لوزر لوزر، تنسان مكرر قوي. بعدين يا مان الجيم لسه ما ابتداش. هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. انا طبعا.
انا شايف فريق الامريكي تقريبا هو اللي كسب قرعه بدايه المباراه، وشايف كابتن جاك بيستعد عشان يبدا ضربه البدايه لمباراه كره القدم بين القروش الامريكيه وفريق المزاريطة. كرة بتوصل لجوني، جوني بيلعبها بالعرض لمناع، مناع بيبص على هاجرس وبيلعبها له طويلة قوي، بياخدها هاجرس، هاجرس بيروح وبتتاخد منه، واللاعب الأمريكي بيديها للأمريكي الآخر، والأمريكي الآخر بيزق وبيخش ومش همه ورايح ناحية جون المزاريطة. بوب 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 بوب. وجابوا جول بكل يا جماعة، لا ما ينفعش كده يا جماعة، دفاعنا يركز شوية، ما ينفعش كده. جمهور حزين جدا، الفريق الأمريكي بيحتفل بطريقة بولينجاوية، بولينج يا جماعة، والنتيجة أصبحت 6-0 لفريق شاركس أو القروش الأمريكية. أنا نسيت أقول لكم يا جماعة إن الهدف في كرة القدم الأمريكية بستة، وفي الركلة الأرضية دي لو جت بتتحسب بنقطة وبيلعبوها وجت للأسف، والنتيجة أصبحت 7-0 القروش الأمريكية. إيه اللوزر، بتعرف تعد لحد كام؟ امشي يلا امشي. برضو ضحك، برضو ضحك أوفر. وشايفين دلوقتي بداية هجمة لفريق المزاريطة على فريق الأمريكي، بتتلعب دلوقتي بتروح للمزاريطة. الله الله، لا 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 لا، إيه الضرب ده، إيه الضرب دي، مش كرة يا جماعة أبدا، لا 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 لا. والفريق الأمريكي مش أخلاق رياضية أبدا، لا 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 لا. وسالم يا عيني، في واحد ماسكه رغم إن هو تخين مش قادر برضه، وبيتضربه وبياخد الكرة وبينتهز الفرصة، وهجمة خطيرة خطيرة. جون يا جماعة، جون تاني للأسف فينا، جون للأسف فينا تاني في فريق المزاريطة. أنا شايف أحد إداري المزاريطة نازل بيعترض بصورة كبيرة جدا. أوفسايد أوفسايد يا عم، أنت يا عم أنت هتجرسنا ولا إيه؟ مفيش أوفسايد في كرة القدم الأمريكية. والله العظيم أوفسايد، أوفسايد يخرب بيتك، يخرب مغربية، حسبي الله ونعم الوكيل. هتفضحنا هتفضحنا. الكرة أوفسايد يا منتشي يا حكم، يا منتشي منتشي. على العموم جوني راح يهديه وبيطلعه بره وهيكملوا المباراة. والركلة الأرضية بيشوطها، هيجيبها كالعادة، مش عارف والله مين بيشوطها، واحد أمريكي وخلاص، وبيجيبها للأسف. والحكم بيصفر كده، بينتهي الشوط الأول من مباراة كرة القدم الأمريكية بين الفريق المزاريطي وفريق الأمريكي بنتيجة كبيرة جدا يا جماعة، 14-0. نتمنى ان الشوط الثاني الشكل يتغير، لان لو فضل الوضع على ما هو عليه كده ممكن الفريق الامريكي يعمل علينا نتيجه تاريخيه. وبعدين يا جوني، احنا بجد هنخسر، احنا ما رحناش الناحيه الثانيه ولا مره لغايه دلوقتي، احنا ما جيناش الماتش اصلا يا معلم. غير ايه هنخسر دي، 14-0 ولسه هنخسر؟ كوبايه ميه يا اخوانا، الراجل هيروح مننا، بلاش ميه، الحق اتشاهد. حاضر حاضر، ثانية واحدة، حاضر حاضر. ولا فين انت بتهبب، بتعمل ايه، بتهبب تتلي ليه يا حمد؟ ايه سفوكك منه، هو هيموت لوحده. قطر قطر تحت كيفك يا جوني بي. يلا اجهز. اجهز كيف انا؟ اتمكنش، حط ميك اب والبس لي جلابية حلوة كده وارسم عينيك. انت هنهزر، اتنيل ده سخن علينا، تنزل تلعب معانا. العب كيف انا؟ اه انا ما قلتلكش حاجه صح؟ سوري، اصل نسيت انك حرامي. ايه اللي بتقوله ده؟ بص، هي لعبه باختصار. توماس تعال احكي له انت، تعال احكي له انت بقى. اوكي بص يا قطر، الموضوع بسيط. احنا عايزينك قطر. ايه يا جماعه ما بتشجعوش ليه؟ تشجيعي هبله خيبه، ما شايفاش الجوانه اللي عماله تجي فوق دماغنا؟ ماشي هديه، ماشي خليكوا ساكتين. ملك كبير ما جاش ليه يعني؟ انا ناظر الست هديه هناك اهي، ليه بيجهز الواكل في البيت؟ بعد الماتش يا طبازه، بعد الماتش سلم نفسك، والاشرف هيعمل معاكوا السليمه بص قدامك.
سيداتي أنساتي، نعود للوصف التفصيلي للشوط الثاني لمباراة كرة القدم الأمريكية بين فريق شاركس الفريق الأمريكي وفريق المزاريطية. الفريق الأمريكي بيلعب بنفس التشكيل اللي بدأ بيه المباراة، أما الفريق المزاريطي فنزل لعيب جامد جدا، شكله هو اسمه بس غريب شوية، اسمه القطر، وطبعا مش القطر اللي احنا عارفينه، لكن ده اسم اللعيب، واعتقد ان هو لعيب سريع جدا عشان كده طلعوا عليه اسم القطر. جوني بيبتدي الهجمة، بيشوطها بتروح لأحد لعيبة أمريكا، بيقول لهم روحوا، لكن القطر اللي لسه نازل بياخدها، وبيعدي القطر بيروح يمين وشمال، ده سريع قوي، لا لا لا، ويلف وفنت ومعدي، الله أكبر يا قطر، إيه عم الحلاوة دي، الله عليك يا قطر، الله، وقطر بيجيب الجول الأولان، يا سيدي يا قطر، يا عيني يا قطر، يا ليل يا قطر، إيه الحلاوة دي يا ابني، ده أنت مش قطر عادي، ده أنت قطر إكسبريس. وكابتن توفيق نازل الملعب واحتفالية كبيرة جدا بالهدف الرائع اللي جابه قطر، بنرد عليهم بقى، انت تقول لي بولج، لا انا اقول لك صرنا احنا اصطدناكوا يا معلم، اصطدناكوا في الجون اللي فات دوت. حاسب الدون، حاسب بس شويه، عايز ايه؟ انا المحسوب. مين قال لك الكلام ده؟ بتحلم؟ بتحلم؟ انا كوتش. اوكي، بس شوف بقى الشوطه الجايه دي، شوفها بس، شوف، اتفضل اتفضل اتفضل، وريني وريني، اوعى يا عم، انت ما من وزي ما شايف توماس بيستعد يشوط الركله الارضيه، ربنا يوفقك يا توماس، عايزين نشوف ماتش حلو بقى ونقرب من النتيجه، وبيروح يا خلاص يا جماعه، خلاص حصل خير، يعني الماتش طويل وعمال ترجع لورا، يلا يلا معلش معلش، يلا يا جماعه اتفضلوا، يلا معلش معلش، شد حيلكم يا رجاله، شكلكم كده عايزين تعملوا حاجه. الشوط الثاني النتيجه اصبحت 14-6. بعزق، ايوه انا سمعت ان الواد اللي بص اللي هيبقى ماسك الكوره، ايوه سمعت انه جاب سيرتك بكلام وحش قوي. انا قال لي قال سمعت انه جاب سيره الوالده برضو بكلام وحش بصراحه. الوالده قال ايه؟ قال على الاخر صراحه انا كمان سالت بالصدفه كده ايه اكتر حاجه بتقهره، قالوا لي ان حد ياخد من ايده الكره. كده طب خد لك ساتر انت، ايه خد لك ساتر انت. والفريق الامريكي هيبتدي الهجمه، بيديها له من ورا يمين وبيلعبها لقدام، وبعزق رايح، بعزق مصاب، مش هيسيبه مش هيسيبه بعزق، الله اكبر يا بعزق، ايه ده ايه ده يا جماعه، ده ايه ده، بينطوا فوق بعض كده ليه؟ لا 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 لا، وكله بيقع، وعلى فكره الحكم لا هيشوف الكره مع مين، وهتكون الهجمه مع الفريق اللي معاه الكره، هنشوف يا رب تكون مع الفريق وفعلا بعزق يا ولد يا بعزق يا ولد يا ولد، النرفزه جابت نتيجه وفرحانين قوي قوي قوي، شوف الفرحه الفرحه، بيلعبوا الحجله الحجله، وزي ما انتم شايفين جوني بيتكلم وبيعدي، وعلى واحد واحد من فريق المزاريطة بيديهم خطه معينه تقريبا، هم بيحاولوا يتعادلوا دلوقتي، وربنا يوفقكم يا مزاريطيه. وهنبتدي الهجمه دلوقتي، الهجمه وتوماس بيديها المناع، ومناع بيديها بالعرض للنجم بتاعنا القطر اللي جاب الجول الاولاني، بيعدي من واحد والتاني وقفوا اتنين، بيلعبها بالعرض لجوني، جوني بيحاول يعدي بيحاول يعدي، واحد واقف له، بيعمل شغله باص كامل جدا ويعدي، وراح انفراد انفراد انفراد، يا ولد يا جوني، الله الله يا جوني، ايوه كده يا ابني، افرح وفرحنا معاك، هدف رائع وجميل جدا جدا جدا، بنقرب بالنتيجه يا جماعه، ايوه كده، ايه الفرحه جامده جدا، وكمان في المدرجات يا جماعه، ايه المدرجات النسائيه عامله شغل جامد جدا، وبيحتفلوا، هنشوف المره دي هيحتفلوا يعملوا ايه، هيعملوا ايه متجمعين، وبيحط كانها قنبله وبينفجروا يا ولد. حاسب جوني انا هشوط الكوره،
تاني؟ انت ليك وش بعد شوط البطة اللي شوطها عايز شوط تاني؟ احنا في عرض بوينت يا جوني. بص انا هصلح غلطتي. وسح انا اللي هشوط الكرة دي. امشي يا مجنون. بقول لك انا اللي هشوط الكرة دي. طبعا تشوط الكرة دي. احنا لسه كنا نفتحك في الموضوع ده مش كده؟ طبعا طبعا. يلا يا بعزة شجعني شجعني. انا شايف بعزة راح يشوف. بعزة بعزة هو اللي هيشوط الركلة الارضية. اتمنى لك التوفيق يا بعزة. يا رب يا رب. ايوه ايوه بعزة دي. مش عارف ايه حكاية الركلة الارضية معانا. بعزة بيبعزقها بره خالص. على العموم قربنا من نتيجة واصبحنا 14-12 وكده وصلنا نهاية الشوط الثاني من مباراة كرة القدم الأمريكية المزاريطة 12 الفريق الأمريكي 14. هنروح لاستراحة قصيرة ثم نعود وننقل لكم الشوط الثالث. فاضل لنا الشوط الثالث وشوط رابع. ربنا يوفق فريق المزاريطة بإذن الله. إيه اللي حصل لكم؟ إزاي ياخدوا مننا النقطتين دول؟ Honestly, the fast guy they just brought in, we have to take him out. Okay, I have a plan. وبنبدأ الشوط الثالث. ريتا 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 شدي حيلك يا مزاريطة. نتمنى التوفيق النهاردة. وأجمل الفريق الأمريكي بيديع كالعادة ورا. بيلعبها ورا تاني وبيلعبها طويلة. لا لا دخلة قوية جدا. لا 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 ده عايز يخلص عليه ده ولا ايه؟ قطر تقريبا. قطر ايوه هو قطر. تعور اصابه قويه جدا. الغماوي اسعاف ادو اسعاف. انا شايف جوني بينده على عربيه الاسعاف وتوماس جاي. ايه ده ايه ده يا عم ده ايه ده حمار اسعاف. يعني ظريف ظريف يعني. المهم اي وسيله نقل تنقل قطر يعني. سبحان الله قطر هينقله حمار. ايوه حسب يا عم رجلي دي بتوجعني. انا هسوق. يلا حمار الاسعاف هياخد قطر ويشيله. تقريبا مش هيكمل المباراه. وهجمه للفريق المزاريطي على هجرس. وهجرس بيبص وبيحاول. ايه ده يا عم ده بيضربه وهو رايحين لهجرس ده بيشيله. ايه جاك يا عم ايه جاك كابتن الفريق بتاعهم ده ولا كابتن ولا حاجه. ايه ده الراجل حاسبها جول ليه؟ ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتم العرب وركله وكالعاده جول. كده النتيجه اصبحت 21-12 ولكن ما زال هناك امل. وكمان الحكم بيصفر نهايه الشوط الثالث. كده فاضل شوط وتنتهي المباراة. ما فقدناش الأمل. ما زال هناك شوط رابع بإذن الله. وإن شاء الله يكون عند المدرب تغييرات إيجابية. إن شاء الله نقدر نعوض الأهداف اللي ضاعت مننا في الشوط الرابع. هايل يا شباب هايل والله. يعني نتيجة معقولة قوي. 21-12 كويس قوي. إحنا كنا فين وبقينا فين. أنتوا عملتوا جهد جميل. مش عاوز معنوياتكم تبقى في الأرض. مش معنى يعني ان قطر رجله اتكسرت يبقى خلاص. يعني انتوا كلكم احسن من قطر. ده مهما كان حرامي والجريمه لا تفيد. اوكي قطر اتصاب. مين ممكن ينزل مكان قطر؟ انا اللي هنزل. اجوني بيه. تنزل ازاي يا ابني انت مش عارف تقف على رجلك؟ ليه 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 رجلي بيجي تعال واللص عندي كاتر بطالي ربطه زين وانا قادر ادوس عليها. الموضوع مش موضوع دوس على رجله خلاص. ده جري جري وباللعب ترام. وبعدين لا قدر الله حصل لك حاجه يعني مش هعرف تقف على رجلك دي تاني. وانا ضميري هيأنبني مش هعرف انام اتليست يومين ثلاثه. خليها على الله يا جوني بيه. شعر ايدي وقف. انا شعرت مش ممكن يا جماعه. ايه الكلام الحلو ده؟ شايفين الروح؟ هي دي الروح. كلنا عايزين نبقى فزاع. كلنا فزاع. دي انا اقل حاجه قدامها في الموقف الصعب ده يا جوني بيه. الواحد مننا يا اخواننا لازم يبقى تحزيت. لما انت هتزيط هتزيط هتبقى بقى كوتش وتقعد تنظر. اتنقل البس من جنابك. ايه ده انت هتقول له ايه ده؟ ما هو متعلم منك. ما كلهم ما شايفين المنظر. كل ما ادور ظهري تقعد تملى انت وتزيد. اهو اهو كله بقى كوتش. جوني ما تزيدش انت عشان انا لسه ما قلتلهمش يعني ايه لوزر.
الشوط الرابع والاخير من المباراه، وزي ما احنا شايفين فريق المزاريطي نازل الملعب، ولاعب جديد نازل يا جماعه. فزاع فزاع، انا عارف قبل المباراه قالوا لي ان فزاع كان متعور اصابه قويه جدا في رجله، ولكن تحمل على نفسه. نتمنى التوفيق لفزاع والفريق المزاريطي في الشوط الرابع اللي من خلاله هيتم تحديد نتيجه النهائيه للمباراه. تدي ومناع بيستعد، بيديها لجوني، وجوني بيجري بيحاول يعدي بيحاول يعدي، بيبص الفزاع هيلعبها اهو، هيلعبها الفزاع. فزاع فزاع قوي جدا، بيفزع اي واحد قدامه، مش عارف يعمل ايه، حطها جون يا راجل. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده يا عمي، الله اكبر. النتيجه بتقرب يا جماعه، والشوط الرابع وما زال عندنا امل ان شاء الله. ونشوف هيعملوا ايه المره دي. المره دي فزاع موقفهم وبيرمي، ايه ده، رشاش وبيموتهم كلهم. الله، الله اكبر يا جماعه. كده النتيجه بقت 21-18، وانا شايف جوني داخل على الركله الارضيه. ربنا يستر ما لناش في الركله الارضيه، بس جوني بقى ده النجم بتاعنا. راح فين؟ انا الامان بقى ان انا اصوت. امشي امشي اتجاه، انت تستقبل دور انا، ولا انت ولا هو ولا المجنون ولا صندوق ولا بندق. انا ما شفتش خالص. انا اللي هصوت، هنهزر؟ ايه ده؟ انا الكوتش. مين الكوتش؟ ما سمعتش. مين الكوتش؟ انت. انت يلا هناك. اي حد يعدي ولا اشوف، هنهزر؟ عشان وترتوني. انت مش مشكلة، مش مشكلة، قربنا بالنتيجة وان شاء الله نقدر نعوض في الوقت البسيط المتبقي من المباراة. الماتش ده خلاص فينش، واحنا اللي كسبانين، ومش عايزين نجيب جوان تاني، بس عايزين نعلم جوني وفرقته درس مش ممكن ينسوه. اوكي؟ اوكي. يو اس اي اون 3 1. احنا خلاص كده كده خسرانين، انا مش فارق معايا مكسب ولا خسارة. صراحة انتوا طلعتوا رجالة، لعبتوا لحد آخر الوقت زي الرجالة، ممكن على الكورة أكلها. أنا كده كده كنت عامل حسابي وصايم من امبارح. هو فضل دقيقة، تعالوا يا جماعة نلعبها زي أول دقيقة، عايزين نخسر بشرفنا. كتر أفرحنا وعلى قد نيتنا تفينا.
حبيبي حبيبي اهلا وسهلا جايبينك فاضيه هيما اهلا اهلا حق سعفان حق سعفان واولاده عندي خمس صغير ملك اهلا وسهلا حبيبي اهلا وسهلا اهلا اهلا حبيبي اهلا اهلا يا مرحب يا مرحب واتساب بقول لك ايه سؤال ايه هو ليه بيدخلوا الرجاله من هنا والستات من هنا طالما في الاخر بيتقابلوا ويلزقوا في بعض عند الباب ليه سلب بلدك دي طب بقول لك فين صبحه صبحه فوق مع الحرمات طب هو لسه في قرايب تانيين جايين عمها وبنت عمها طب ما تفكك فكك بقى عشان نطلع نلبس الدبل عشان عايز اشوفها اتشوفها صبحه ما عنديش بنت تطلع على لازم ولا لازم يطلع عليها الا بعد كتب الكتاب والدخله انت راجل اوفر قوي يعني مش هشوفها يوم فرحي لا ما هتشوفهاش أنا طول عمري كان عندي أحلام نفسي أعملها يعني نفسي كنت أجيب الشوكة كده أحط عليها التورتة وقال يعني هنبوس بعض نقوم أم وكلنا في آخر لحظة عارف الحركة دي والشربات نشرب بعض عكس عكاس ونعرض صورها في فيديو لطيف كده وهي صغيرة على غنوة يا بنت الإيه ونعمل كل السخافات دي لا ما هتعملش كده لأن إحنا رجالة رجالة وأنت مش من البلد ولا سجنية لا 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 حبيبي حبيبي جايبنا فضية طروخة أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا صحتك كم ده إيه ده كل ده سواك أو ماي جاد يا جوني ألف مبروك يا عريس كونجراتيليشنز مان أنت لسه عارف النهاردة فرحي إيه الأداء المبالغ فيه ده والله يا سيدوني الليلة دي ليلة فرح بس يا جماعة بس يا جماعة بس ما تقفلنيش بقى طب خلاص هو إحنا مستنيين إيه أصلا زفت عمها لازم يجي في ظهر هنا في طقس إن لازم الناس كلها تكتمل مع بعض أيوة ده حقيقي عم العروسة جاه ايه في ايه فاكر البنت اللي قلت لك عليها وعجبت بيها وهي بتنشر الالبسه صبحه مالها طلعت مش صبحه امال ايه بايته ولا ايه السخافه اللي انتوا فيها دي حلو حلو ايه يا تافه اي اي ايوه ايه اي هي دي البنت اللي انا معجب بيها هي دي اللي عايز اتجوزها يا اهلا يا اهلا منور الدنيا كلها يا اخوي اعمل ايه دلوقتي مش عارف عايز اتجوزها
اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا عريس يا عريس اعرفك الاستاذ عبد الرحيم اخويا مدرس اول لغه عربيه وخط في مدرسه في مصر. الف مبروك يا عمده. الله يبارك في حضرتك. وديت بنتها صباح. صباح وبسم الله ما شاء الله اخوها شبهها قوي. لا مش اخوها ده جوزها. مش ناوي يطلق؟ اتفضل اتفضلوا نورتونا نورتونا. يا بختك. مكتوب لك يا عريس هتلبس الدبلة. لا هلبس انا من ناحية هلبس بس ايه اديني خمس دقايق يعني هروح اعمل حاجة مش هقول لك ايه وهرجع البس الدبلة والبس الليلة والبس اي حاجة عايز تلبسها. طب بالاذن بقى اخويا بتوحشنا كتير اشوفه. يا اهلا يا اهلا يا مرحب. سو ويرد توماس. انا عايز انا قلت توماس بس ايه عايز اقلع. تخلع. لا يا معلم مفيش خلعان خلاص انت لبست. اولا انت العمده. انت هتلبس دبل كمان خمس دقايق كهارب جو مفيش خلعان خلاص. اتجوز واحده ما شفتهاش. الله مش يمكن تطلع حلوه وافرض طلعت وحشه. اتجوزها انا. عينك يا حيوان انت انسان معاقب ما تكلمش خالص. طب ثانيه واحده مش فوق في هديه واشلي وفي معازيم وفي ابو العروسه وفي صوره كبيره لابويا وفي حاجات كتيره بتهرف ايه يا سيدي. اسمعني لغايه الاخر. احنا ممكن نكلمهم بالتليفون ونعرف. بس انا عندي فكره حلوه قوي. ايه الهري اللي انت قلته ده جاب لي فكره اوريجينال. قول احنا نكلم هديه على التليفون ونقول لها لو العروسه طلعت حلوه تدينا رنه طلعت وحشه تدينا رنتين. طب ده اللي انا قلته على فكره. لا انت ما قلتش كده. انت قلت في هديه وفي اشلي فوق وقفت عملت كده. اوكي اوكي نفذ الفكره بتاعتي. بتاعتك طبعا. انا انا القايله يا سيدي كلمهم. حاسس انها هتطلع حلوه وانا احساسي تقريبا كل مره بيطلع صح. شرط مش عندي. شات اب. طمنيني شفتيها؟ شفتها يا اخويا شفتها. حلوه؟ حلوه طبعا مش خلقه ربنا تبقى حلوه. كل خلقه ربنا حلوه. مش عارف كلامك مش مطمني. اوصفيها لي. شكلها عادي يعني بس مناخيرها مالها؟ كبيره شويتين. كبيره ازاي يعني؟ يا معلم لو على مناخيرها خلاص يتعمل لها عمليه وتصغر وخلاص. صح صح. طب في حاجة تانية كبيرة فيها؟ لا ما فيش حاجة تانية كبيرة غير شلوفتها اللي فوق كبيرة برضك. هي ايه شلوفة دي؟ شفتها يعني. شفايفها كبيرة. طب دي مصلحة. ده احنا بندور على البنات اللي شكلهم كده زي انجلينا جولي. لا مش زي انجلينا جولي. دي كبيرة كبيرة عندها عيب خلقي يعني. ربنا يعفي عنها. يعني زي جي زي. طب والشلفوفة اللي تحت ايه؟ الشلوفة ما علينا. عاملة ازاي؟ دي تقريبا مش موجودة خالص. او ماي جاد. اللي فوق كبيرة وتحت مفيش. يعني عاملة زي زلومة او سمكة ابو سيف. طب بليز هيت مي. قوليلي باقي الحاجات. قوليلي انا خلاص انا لبست. عشان امانة ربنا يعني سنانها اللي فوق مفلقين وطالعين لبرا شوية كده وعندها جرح بسيط
من قرتها من هنا لحد نص وشها هكذا. شايله في وشها؟ شايله في وشها؟ انا هتجوز واحده شايله في وشها؟ هذا لا حول ايه؟ سكار فيس. طب طب ما على فكره بقى ممكن تطلع مثلا روحها حلوه. شرب شرب. يلا يا سي جوني اطلع هات عروستك عاد عشان نقروا الفاتحه. يلا جوني يلا يلا حبيبي. معلش يا سي جوني. خدوش حمام. طب لا مش دلوقتي مش دلوقتي. عايز اشرب ميه. يلا بس. شاوز. يلا بقى بلاش دلع جوني بقى يلا يلا. مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عباس. العمدة زينة الشباب نازل يتمخطر كيف عمر الشريف. بنتي لا إله إلا الله حتى بنتي ما سلمتش مني. لا اله الا الله. اطمن يا حاج اطمن. الدكتور طمني قال لي انا مفيش حاجه هو ارتجاج في المخ والحوض ما العظم كله متدشدش وفي ثلاث ضلوع لحد دلوقتي مش عارفين هما فين يعني. اطمن ان شاء الله. بص احنا مش مستعجلين على حاجه تاخد وقتها في العلاج زي ما تاخد واي تكاليف انا يعني تحت امرك. بالمره ممكن احلل حتما الاملاح تعب ركبي. زيت زيت يا معلم في المستشفى معاه اقعدوا زي ما انتوا عايزين. طب بالاذن يا سجوني الحق اروح المستشفى حكم العربات الالمانيه ديت سريعه قوي قوي. بنتي لا اله الا الله لا اله الا الله. يس جوني. توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه فك يلا ريلاكس نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. اسطى اقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني انت علي يا ويكا المواطن المصري الاصيل ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه في دراما في الموضوع يعني في 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 تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره حاسس انه مش اوريجينال يعني سمعه قبل كده شايفه. شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت ما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا. يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك مين دي؟ دي الغزية بتاعت الموالد قمر الزمان. دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا بطلة المشهد. دي بنت بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نو يا جوني بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي يعني لازم يتصدق. دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها ما لهمش دعوه بيها خالص عايزين يشوفوك انت الفوكس عليك انت مالكش دعوه. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود دي جايه علينا. تكون سمعتني؟
عادي يعني، ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، كمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا قمر، بصي احنا هنديك اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ اهرش، مش عايز اهرش. اهرش ليه؟ ابي بالالمونيا يعني. كلميني عربي. طب عربي بليز. اللحاليح، الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص 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 يا زوني خلاص. ايه خلاص معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل اللي هي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هيعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كت. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مالها؟ واحدة بلا فترة مش فتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب. وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه وانيلي وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه. بقول لك ايه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش. جوني جوني مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي يلا. اوكي جاهز؟ اه. طب يلا كله من الاول بقى، من الاول. روح مكانك يا ست قمر. قمر ايه؟ قمر ايه؟ قمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها ثانيه واحده. اوكي انا اكشن. انجي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعده النهارده من الفجر جدع مستنياك، والأخوية اللي بيني وبينك، أنا كل يوم بستناك هنا في الجنينة. I'm so sorry يا حبيبتي. بقالي 3 ويكس ما خدتش أجازة، عندي امتحانات ميد تيرم وما ذاكرتش حاجة. لا إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمك وأشوفك لواء. بس مش عارفة لا علي كده يعني، أنا ما كنتش مصدقة إن أنا هبقى مدلوقة عليك وأبقى عايزة أشوفك على طول. إيه جدع مالك منشي كده؟ الله اصغاضني. هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجة. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجة؟ لما بتوحشيني قوي بطلع الوردة اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطة اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقولك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقولي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفة ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك بأجمل عيد شرطة عدى عليا. وانت كمان لازم اديكي حاجة تفتكريني بيها. لا 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 بص، ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش. النوج. خدي دي. يا لهوي. او ماي جاد، ام بليدنج النوج. الغباوة دي عليه؟ انت اتجننت في حالك يا ولا؟ خلاص النوج النوج خلاص، هو ده بس مجرد سكراتش بسيط. سكراتش ايه ونيلي تي؟ صبعك بيشلب دم. هو اكيد مش قصده يعمل كده. ايه يا شاطر، انا كنت قاصد ده عشان يعلمك انك ما تهديش بحاجات مش بتاعتك، ناس ما انتش من مقامهم.
سيبك منه، الواد ده شكله بيهالفت، شكله مبرشم، انت ضارب حاجه ولا؟ خد القشار ده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول. الميكروكرول غوري هاتيه. تكنيله في غباوتك، تصدق وادي علي انت غبي؟ تكنيله في اللي ربوك، فخس عليك. وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدله اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظابط. لا فوق الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجلايني. اه نو مان نو، الانسان مش بالشميز اللي عليه، نو الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها. انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك ورط، انا راجل مشغول، عندي ماتش كريكيت مهم في النادي. لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير، تعويره المره دي جت في صوبعك، انما المره الجايه تعويره تبقى اكبر، لان الهدف هيبقى اسهل واكبر. كات هاي يا فزاع. فزاع ايه يا حيوان؟ ده مش الشوريل بتاعي، ده ممثل تاني فيه، وبعدين في جمله كلها ايه 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 الهدف هيبقى اكبر. هتهزر هتهزر، بعدين اصل المشهد كله انا مش مقتنع بيه، ايه اللي بيحصل ده؟ انت متخيل شريط زي ده لو وقع تحت ايد مخرج زي جيمس كاميرون؟ ايه 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 الرياكشن بتاعه؟ جوني انا قلت لك قبل كده ان كل الهري ده في المونتاج يا ابني، انت المهم عندي، يعني انا ببروزك. انت شكلك هتلبسني في حيطه، مش ممكن. جوني اهدى، في ايه؟ هتظبط. بقول لك يا اخويا، هي الليله الغبره بتاعتكم دي ما فيهاش طفح. اه معقوله يا اشلي؟ طب قولي لي يا ست الكل عايز تاكلي ايه على البريك؟ هو حتتين سمين كده من اي مصمت وجنبهم حتتين طرش. غير ها؟ غير هدوم. ده ماله ده؟ عادي يا ست، السوشي اللي نفسك فيه. لفيت النجوع نجع نجع عديل يومين لحد ما لقيته. ايه ده؟ هو ريحته عملك ده ليه؟ ما طبيعي يا بت، هو مصنوع من ايه اساسا؟ ده مصنوع من عجينة الجيليفيش، وده ملفوف بمصارين الاخطبوط الداخليه، وده معمول بمدعوق البحر. لا يا اخوي انا ما عاوزاش اكل من المصاريح ده. يعني ايه ما عاوزاش تاكلي مني؟ طالع عيني عشان اجيبه. يعني خساره فيها يا كبير؟ مش مساله خساره يا هديه، بس لازم تاكلي اي حاجه، اكدي عفش عليك وعلى البيبي. ايوه بس البتاع ده ريحته قلبت لي بطني، مش هقدر اكل منيه. معلش معلش، هو ريحته زفره بس طعمه زين، شوفي. شفت؟ اديك ما استحملتش تحط دنشة في خشمك اها. ما هي هديه لازم تاكلي اي حاجه، اي حاجه، ان شاء الله لحسه ركفور. طب اقول لك انا نفسي في ايه؟ ها؟ ولا بلاش؟ ايه الحب دي ما تنطق يا ولية، طلعت عيني. انا عاوزه ملوحه. ليه ملوحه؟ ليه ملوحه؟ الزوج يرحم يا شيخه. ونعمل ايه يا كبير؟ نفسي جبتني عليها. حاضر، ما انا لازم اجيب لك، بدل ما الواد يطلع له زعنوفه في. السلام عليكم. استنى شيل البتاع ده من هنا. أرش سكر ودي الفزاعة على إنه بسبوسة. فيليب أوغوست مالك فرنسا وقائد الجيوش الفرنسية. كارل دي مونفرا آرثر روبرت ديوك أوف لاندرز ويليام برنس أوف سواقيا أري دو شامباين روبرت ديوك أوف ليستر حامل الدرع الذهبي من أليكس الثاني إمبراطور بيزنطيا. أوه ماي جاد، مش ممكن، تحفة، تجنن، هو ده اللي كنت عايزه. بس مش عارف، حاسس نفسي شبه الواد بتاع الكوتشينا. ايه الشخصية بالظبط؟ بص يا معلم، الشخصية بتاعتنا دي شخصية، هي من وحي خيالي طبعاً، بتاعي الخاص يعني، وهي شخصية القائد المغوار عماد الدين الأليوبي. عماد الدين الأليوبي، أوكي. المشهد بتاعنا اللي بنعمله دلوقتي هو مشهد في ظل الظروف والحروب الصليبية. بيجي بقى القائد بتاعنا المغوار ده علشان يتفاوض مع الصليبيين والأمراء الصليبيين على الهدنة، على السلام، على شفته؟ بص أكيد شفته، شفته في فيلم، شفته وأنا قاعد في حتة، شفته. لا يا معلم صدقني أنا واثق. صدقني أنت بيتهيألك. دي بي دي حاجة، ده إبداعي الخاص يا جوني، في إيه؟ ميبي ميبي. طب بص، بعيداً عن الكلام ده، عايزك في موضوع تعالى. طب اتفضل. بص اسألني في أي حاجة أنا معاك. يعني أنا مش هسألك مين دول ولا أنت جبتهم منين، أنا هسألك سؤال واحد. تعالى يا حاج، مين ده؟ ده كبير فرسان المعبد. كبير دي بالمقام مش بالسن. اتفضل يا حاج. هو آسف، اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. وإيه ده؟ مين ده؟ تعالى يا برنس. مين البرنس؟ ده كبير الخيالة. ده هتصوره بيركب حصان إزاي؟ هتخرجها إزاي؟ قول لي.
جرايه جوني في ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الناس دول كلهم في المونتاج وانت التركيز عليك. بنصورهم ليه طيب؟ بنصورهم ليه لو هنشيلهم في المونتاج؟ جوني لو سمحت ما تتدخلش في شغلي، انا هنا المخرج وانا هنا الليدر. اوكي سير. انت جاهز؟ اه جاهز. لا مش جاهز. اتفضل روح كمل لبسك والبس الخوذه. اوكي. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا باشا. قوم يا حاج. انت قاعد ليه؟ امسك سيفك. ترصوا بقى. ترصوا هنا. تعالوا تعالوا ورايا. تعال يا حاج. ها جاهزين؟ اكشن. مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزئ بينا المفضوح. رد الوحيد على شخص زي ده نحن نبعت له جتة المرسال بتاعه. ايه ده؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريء. حاجه عجيبه، ما يجيبش معاه رجاله تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزئ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب أغسطس. أبقى ملك إيه؟ ملك فرنسا. ما أنا قلت جومابيل. فرشين يا جميلة الجميلات، أرملة وجاية في أي مصلحة. كوناردي دي مونفراد ملك ألمانيا. ويرد. روبرت فروم أيرلندا. والحق أريود أوف رندا. إكسكيوز مي، آخر حتة اوف رياندا. معانا معانا. وربا وربا. اوفر ديو حارس الدرع الزاني امبراطور بيودلتا قائد فرسان المعبد. وحفظتها ازاي دي يا حاج؟ او ماي جاد. اكشلي انا نسيت انا مين. وير ا مينت. انا عماد. عماد الدين خدام العرب. شوف يا عم عماد، لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم واحنا لينا شروط. اكسكيوز مي، ما سمعتكش كويس. الأرض دي انتوا مالكوش فيها. بلس لو عايز فعلا سلم اوكي بالنسبة لي قشطة موافق. نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبضحكوا على الميل. انت ما عاوز تسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا. نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني. لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب. انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص. اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزئ بينا. دراعي يا ولية، انت بتسخريهم ليه؟ ريتشارد انا بكلمك انت، ما تدخلش الستات في الموضوع. اكشلي الحرب مش ستايلي قوي، يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتيره قوي مفيده اكتر. بس لو انت عاوز الحرب سوات. انت وايه اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال؟ احنا ما احناش قلائل، احنا هندش ملك انت واللي معاك كلياتكم. سو فاني. يو نو وات؟ هيتني. انتم تحرقون زيت الزيتون وإذن فهي الحرب. الحرب 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 الحرب. هي الحرب دي ما فيهاش نسوان؟ الحرب دي رشفة. بتصور ايه؟ بتصور ايه؟ ايه يا جوني ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ المشهد لسه ما خلصش، اتفضل خش المعركه. ده مشهد؟ ده سلطه بلدي، بعدين انا البطل، بتصورني من ظهري؟ جوني انا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي بتاع ايه؟ ايوه بتاع عليا ويكا صورتك من وشك، المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي جوني. طب البتاع اللي انت بتعمله ده كله هتخلصه امتى؟ احنا المفروض نسلم بكره بالليل اخر ميعاد. انا بكره بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج. وقولي الاول انت امتى النتيجه؟ بعد 6 شهور تقريبا. اه اوكي ده لسه بدري جدا. على فكره احنا في السيف سايد. عايز اقول لك على حاجه فزاع مقطعك في المشهد ده موت 3 لغايه دلوقتي. جوني الحق عشان مش هتلاقي حد تموته. انا هموت فزاع نفسه. يلا. ايه
السلام عليكم. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبت الحاجات؟ كل حاجة طلبتيها جبتها. الفراخ جبتها شمرت؟ جبت الفروزة شمرت. والبط والحمام؟ جبت كل الطير وديت الفزاعة يدبح فيه وينظفه. وجبت المغات؟ يا بنت جبت 10 كيلو، جبت كل اللي طلبتيه مني. ماشي. بسم الله ما شاء الله. فرحان قوي. يعني عم تاكلي ما عارفين شو يسدوكي. واه ايه يا كبير، هتبص لي في اللقمه ولا ايه؟ يا بنت ما قصديش يا بنت، بس يعني اللي يشوفك اول ما حبلتي كان نفسك طامه واكلك كيف واكل الزرزوره، ما عايزاش تاكله خالص، بس دلوق بسم الله ما شاء الله عم تحشي كيف الجاموس هالعشار. ابوكي ابوكي اللي زكيني العاكر، خامس مره يتصل بي يسال على العنوان، مع انه جهنه ولا 100 مره قبلك ده. معلش يا كبير استحمل حكم السن برضك، ما انت عارف هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقي بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيه على الآخر. أيوة يا حاج درديري. أنا مين إيه يا حاج درديري أنت اللي متصل؟ أنا الكبير يا حاج الكبير، جوز بنتك هدية. يا حاج أنا يا حاج أنا قايل لك العنوان يا جي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقتي؟ هتلقى جامع، هتلقى جامع تمام، بعد الجامع ده بحر، خليك ماشي طوالي تلقى شرق قطر، بعديها تلقى الترعة، امشي معاه تلقى الدوار زين. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايه انا كبير بنتك يا حاج، تبين انه ابقى مرر طافح. ايه الاستفزاز ده؟ الساعة بقت 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش تبقى 3 بالظبط يعني، هتتاخر ربع ساعه 10 دقايق كده. طب ليه يلعبوا بعصبنا؟ ليه احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم؟ جوني دول بيعملوا فيلم تيتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه، مش بيعملوا سنوات الضياع. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد. تعالى مكان، تعالى مكان، انت توتر شويه، انا تعبت، تعالى مكان. حاجه استفزازيه. يا نهار اسود. ايه ايه سيت؟ لا اللابتوب هنج يا اخي، اتنيل عملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني، كالم داون. في ايه يا نهار اسود؟ ايه؟ هي ناقصة هات هات يا عم، انا غلطان اللي اديتهولك. او ماي جاد. ايه؟ ايه في ايه؟ درديري ترى على شمالك، حلو قوي، خليك مكمل طوالي، هو الدوار اللي في وشك ده. ماشي، سلام عليكم. يا كبير كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني؟ فاكر مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه المسابقة. عدم لا مؤاخذة الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج درديري، عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك؟ أنا الكبير يا حاج. جوز بنتك! حلو قوي، لقيت تمثال، وقف عندي، هو ده الدوار. أيوه شايفك يا حبيبي، بتعمل لي باي باي، شايفه. يلا. ده. علم لا مؤاخذة يا أخوي، قول لي. Guess what؟ قبلوني في المسابقة، هبقى بطل تايتانيك 2. صح. ألف مبروك. الله يبارك فيك. هتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكرة بالليل. واه يعني ما تحضرش الولادة ولا ايه؟ الدكتور قال ان هدية هتولد الأسبوع ده. طب انت هترجع متى؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. انا مش هرجع تاني. انت بتقول ايه؟ دقيقة واحدة، افتح الراجل المخبل ده واجيلك. السلام عليكم. حج درديري والكبير قاعد هنا؟ خلاص بقى يا هدرس ريلي المسيو.
أنا كمان. إيه ده؟ أنت فاهم يعني إيه الميسيو؟ أدرس أنا هديك حاجة عشان تفتكرني. لا دي بستعملها. ريلي؟ أيوه ريلي. أدرس أوعى تبيعه. يعني خلاص لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملهوش بديل. سو كيوت. هنتشوق ليك يا ست شلي. انا عملت لك اضافه على الفيسبوك عشان يبقى نتشات وكده. فيك اسمه فيس. لا تقولي عليه. طيب المسي يا فيزو. بيس. مي تو. باي باي هاجرز. خدني معاك. اهدى 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 هدرس اهدى اهدى. مفيش راجل بيعيط. قلت لك هبعت اخدك بس خلص ورقك وتيجي تشتغل معايا لبيس. لا ادي معاك دلوقتي. ما ينفعش يا حبيبي لازم نخلص ورقك. هتيجي معايا ازاي؟ انا عامل حسابي. بص في هنا ديب سري وانا هخش بالشنطه وانت تقفل عليا. يلا اقفل عليا. ما ينفعش. انت باين قوي انك انت جوه الشنطه. في بني ادم جوه باين. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس لوك تو مي لوك تو مي. انت عارف طريق قد ايه؟ 12 ساعه. هتموت يا مجنون. مش مهم. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس مفيش راجل بيعيط. تعالى مفيش راجل بيعيط. جود بوي. اول ما اوصل امريكا هبعت لك تذكره على طول. لو عاصلك معاهم موضوع الورق بتاعك عشان شكلك ويرد بالنسبه لهم مش هيفهموا ستايلك ده ساعتها هبعت لك شنطه اكبر واحط لك فيها كمان زبيب وزداني عشان يبقى عندك باور طول 12 ساعه. بجد انا عمري كذبت عليك؟ ماشي يا سدود. فيزو الف سلامه يا جنبي. بحبش بوس الشباب لبعض. بلا ما اخده هتوحشني قوي. كنت عاوز من جنبك خدمه صغيره كده يا جنبي. امرني. يا ريت جنبك اول ما توصل على الولايه المتحده يبقى كتر خيرك لو تبعت لي 5 تذاكر للفيلم علشان ندخل انا لو الولا هدرس والحاج امي واخواتي كلاتنا. لسه ما تصورش. من خابر لسه ما تصورش. فعاوز جنبك اول ما توصل امريكا تبعت لي ال5 تذاكر عشان ندخل ونتفرج على الولا هدرس وامي والحاج. ماشي هبعت لك ال5 تذاكر. بس انتوا هتروحوا تتفرجوا عليه في امريكا يعني؟ لا يا امريكا ايه وما هينزلش هنا ولا ايه؟ هينزل هنا. طيب يبقى جنبك تبعت لي ال5 تذاكر من البرنامج. طيب بص بقى هقول لك على حاجه. انتوا ايه خدوا ادي 100 جنيه اهي هاتوا بقى انتوا فشار وزيتوا وروحوا اتفرجوا على الفيلم. ربنا يحرمنا منك يا جنبي. لا ايه لا غرسك يا عم. لا ادي معاك. لا ما قلت لك مش ادي معاك. بس اوعى. لا لا ولا ادي معاك. ادي معاك يا مجنون. دول سيدوني ادي معاك يا سيدوني ادي معاك